بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نرحب بكم، نشكركم على هذا اللقاء، ونشكر الأخوان في جمعية عبد الصمد القنفاوي على هذه الدعوة وهذا المهرجان للسنة العاشرة ومشاركتنا مع الأخوان للسنة التاسعة. طبعا نهني أنفسنا ونهني الجميع ونهني الشعب المغربي والحكومة المغربية وجلالة الملك بعيد العرش المجيد. نتمنى إن شاء الله للمغرب دوام إن شاء الله للزهار والتوفيق للشعب المغربي. وكذلك سنة مشاركتنا متميزة هذه السنة مع أخواننا في مهرجان العرائش. طبعا من ضمن المشاركة عندنا إعلان أو أن توجيه الناس عن إن شاء الله الحدث الكبير اللي هو 2022 كأس العالم في قطر، وإحنا نعمل أن إن شاء الله قاعدين نوزع بعض الهدايا عن كأس العالم. كذلك حاطين عندنا باركود اللي له هواية واللي يكون له هواية وعنده يعني يقدر يسجل في هذا الباركود، يدخل ويسجل في هذا الموقع وإن شاء الله يشرفنا في كأس العالم. طبعا الهدايا يوميا في توزيع هدايا على مدار الأربع أيام الجاية إن شاء الله. اليوم بديناها مع رئيس المجلس البلدي وإن شاء الله الأيام القادمة بكرة في الافتتاح الكبير إن شاء الله في الساحة الكبيرة، والأيام الثانية إن شاء الله يكون فيها. اليوم كانت تصفيات لبطولة السلوكي ولبطولة السهام، والحمد لله يعني تأهلوا معانا الأخوان في السلوكي. مبارك الأخوان المتأهلين، نقول حظ أوفر لبقية المشاركين. بكرة بتكون نهائيات بإذن الله للسلوكي للقوس بإذن الله النبال. كذلك بكرة بيكون الافتتاح، وافتتحنا اليوم المقر هنا والجناح في حديقة الأسود، ومن هذا المنبر ندعو الجميع إلى الحضور والمشاركة معنا ونقول مرحبا ومسهلا بالجميع.